بهدف تقديم الدعم النفسي والمعنوي لأبناء الشهداء والجرحى في منطقة قرطمان واستكشاف المواهب والمقدرات، أقامت الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة فعالية ترفيهية لأبناء الشهداء والجرحى استهدفت حوالي 700 طفل. الفعالية تحت عنوان لون حياتك بتستهدف الفئات العمرية كافة شاملة، وهي هدفها هو دعم النفس للأطفال. نحن عم نعيش بحالة بهالأيام كتير صعبة، حبينا بهيك يوم نعيش مع الأطفال لحظات كتير حلوة نشاركهم فيها لحظات من خلال محطات تقدمت، محطات مثل الموسيقى، مسرح، ألعاب، رسم على الوجوه، بالإضافة لغرف كانت عديدة، وأهم المحطات كانت غرفة مناقشة مع الأمهات والآباء. أنا بعتبرها غرفة كتير مهمة بسبب كل ما تحوي من الأفكار والطروحات والمشاكل اللي لازم أنه نتناقش فيها. هاي الغرفة هي في نقول أنه هي دعم نفسي اجتماعي، بتحكي عن الرسم على الوجوه، والرسم على الوجوه طبعا إلى هدف هي أنه نحن نرسم الابتسامة على وجوه الأطفال، وكمان هي تعزيز روح المشاركة بين الأطفال، تعزيز الثقة بالنفس، وكمان اكتشاف مواهب. إذا في عندهم أطفال اكتشاف مواهب هيك نحن كمان نفعلهم دورهم. رقصنا ولعبنا وانبسطنا بسطنا وغنينا ورقصنا فرحنا كتير. الفعالية تضمنت نشاطات رياضية وموسيقية ورسم، غايتها نقل الطفل من جو الحرب وتنمية المقدرات الموجودة لدى الأطفال.